عودة لكم. موضوعنا عن الله كفنا شر وإنفلونزا الخنازير. أستاذي دكتور، يمكن قبل فترة بالجرائد، من قبل كم أسبوع بالجرائد حطوا أنه صارت في حالة وفاة، وبعدين طلع وكيل وزارة الصحة رد مرة ثانية الموضوع، كتبوا بعض الكتاب في الجرائد أنه لا، الوزارة قاعد تكتم على الموضوع. أبعاد هذا الموضوع؟ أولا يعني إحنا في شفافية عندنا بالموضوع هذا، لأن صراحة موضوع ما حد يلعب، ما حد بيلعب بالنار. هذا المرض المعدي هذا، نعم، مثل مرض مثل النار، ما حد يلعب، نعم، فيها، نعم. يعني إذا تحاول تغطي عليه بكرة راح يطلع. أولا بالنسبة لحالاتي موجودة، يعني المرض نفسه موجود، خلا من 2009 لحد الحين موجود. يمكن الشيء اللي طرأ، الشيء الغريب وهذا شيء متوقع، ظهور نوع من الفيروسات اللي تكون مقاومة للعلاج. يعني مو أول مرة تطلع، موجودة، ظهرت في أو ما أول ما ظهرت كان في اسكتلندا وغيره. ولكن طبعا في الحالة هذه اللي هو العلاج الأول نستخدم يسمونه التامفلو. هذا في حالة إنه والله شفنا مريض ما يستجيب، نأخذ عينة من الفيروس، عينة حية، ونوديها للمختبر المختص ويقومون بتجربة مقاومة المرض هذا. فاكتشفت عندنا حالة واحدة وتم التعامل معها، فما في مشكلة وانتهى الموضوع. انتهى الموضوع هذا. نعم. والكلام اللي تردد في الصحف وفي وسائل الإعلام، والله شوف دايم واحد يحذر. طبعا أنا ما عندي شك أن الأمر يحاول يبينونه، يحاول يتبين على الإعلام، نعم. لكن لازم واحد يحذر في تلقي المعلومة هذه. في مرات في بعض الوسائل تعطي حجم أكبر من الموضوع، صح. نعم. ولكن احنا كان نقول المرض موجود ويتم التعامل معه بالطريقه مثل ما احنا الحمد لله اكتسبنا خبره من 2009. نعم. يعني مئات الالاف الاشخاص اللي تم الكشف عليهم ومئات تم التعامل معهم، ولكن في ظل الموضوع دائم منو اللي يعطي علاج. احنا ما نبي نستخدم الدواء اللي هو مثل التاميفلو بشكل شائع، لازم في دواعي استعماله، لان العلاج الحقيقي علاج الاعراض نفسها، نعم. ولكن الشخص اللي يتعب بشكل يحتاج انه يدخل المستشفى، هني نبدا نعطي العلاج. ما يصير توزيع العلاج صراحه، وانا حذرت من هذا الشيء، توزيع العلاج على ناس صحتهم العامه زينه واعطيهم يروحون البيت، هذا يعني في مخاطره وممكن يؤدي الى ظهور فيروسات مضاده للعلاج متوفر معنا. نعم نعم. يعني دكتور من كلامك ممكن احيانا دكتور ان دكتور نفسه هو يخطئ في التشخيص، تكون في بعض الملابسات عليه. زين، انا بجاوب على سؤالك، بس احنا لازم الصوره العامه، يعني لما نقول ان والله الجرائد تناقلت موت شخص في انفلونزا الخنازير، يعني الناس تقوم الدنيا وما تقعد. يعني كم شخص يموت باليوم من حوادث السيارات، كم شخص يموت باليوم من امراض السكر ومن امراض القلب ومن امراض. زين، هذه اهم. احنا مو قاعد نقول هذا مو مهم، وهذا يعني شيء في الامراض الساريه قاعدين ينتبهون له وقاعد يعالجونه وقاعد يفحصون عينات بكم هائل. ولكن احنا لا نحمل الموضوع اكبر من طاقته. جوابا على سؤالك، بالاخير هي انفلونزا، ولازم ان نشخصها كانفلونزا. إذا كان الطبيب، سواء طبيب مستوصف أو إذا انتقل المريض هذا إلى طبيب أنف وأذن حنجرة أو طبيب باطنية في المستشفى وشاف أن الأعراض هذه مو قاعد تمشي، هني ناخذ رأي الأطباء اللي في الأمراض السارية ونقول إحنا في حالة شاكين فيها، عقبها نقدر نسوي العينة اللي ذكرها دكتور غانم، نسوي عينات بالأنف وبالفم، والعينة هذه تقدر تبين لنا إذا فعلا المرض هذا أو الفيروس الايزوليتد أو اللي عزلناه أنه يكون فيروس إنفلونزا الخنازير، ونتعامل بسهولة مع المرض هذا. طبعا مرة ثانية يكون دائما تركيزنا على الناس اللي مناعتهم قليلة، اللي قاعد يأخذون مثلا علاجات كيميائية وإشعاعية لأمراض السرطانات اللي كنا وياكم الشر، أمراض اللي تعرض قسم العمليات، اللي تعرض قسم العمليات، المرضى اللي فوق 65 سنة وتحت 5 سنين، هذول لهم رعاية خاصة، هذول لازم يعني مستوى الشك أو السسبشن يكون عندنا شوي عالي، وإن يعني نحرص إن نفحصهم حتى لو كان مستوى الشك مو 100% إن يعني شاكين في إنفلونزا الخنازير كحيطة. بس أي واحد في متوسط العمر ونشيط وإنفلونزا عادية غالبا راح يتعدل مرحلة الخطر حتى لو كان
ان الانفلونزا هذه انفلونزا خنازير. نعم. نعم. طيب دكتور، في الابره مات الحساسيه هاي اللي تعطيك تقريبا سنه قدام ما تحوشك الحساسيه، ولكن في احد المرات ذكروا ان لها مخاطر كبيره، يعني مخاطر على المدى البعيد تعتبر هي سيئه جدا، يعني ممكن يعني من هشاشه عظام، من مشاكل في القلب والدم، وهذا اللي سمعناه طبعا. لكن الان ابره الانفلونزا هل هي نفس الشيء لها مضار جانبيه؟ اوكي. بالنسبة للتطعيم، تطعيم الإنفلونزا أصلا هو استخرج عن طريق يزرعون الفيروس على البيض. تمام. البيض نفسه. بيض نفسه. ويتم استخراج جزيئات الفيروس وقتلها، فيكون عبارة عن جزيء ميت من الفيروس. أخذ التطعيم يؤدي لظهور مناعة ضده. زين. أوكي. في شيء مهم، يعني بالنسبة لأعراضه ألم وحرارة ولا شيء مقارنة مع المرض الأصلي نفسه. نعم. ثانيا يعني موانع استعماله فقط للناس اللي عندهم مشاكل حساسية، يعني كل حساسية من البيض. نعم. ولكن موجود البيض العادي. البيض العادي اللي... نعم. أو حتى لحوم الدواجن. نعم. ولكن في السوق حين موجود حاليا في نوع ما تم عن سو شيء يسمونه سيل كلتشر، اللي هو مزرعة خلايا. أيه. مو بيض، مزرعة خلايا. فما يسبب حساسية. وأيضا موجود عبارة عن سبري. نفس المفعول؟ نفس المفعول. يعني في كل الأشياء الموجودة هذه صراحة ممكن استعمالها. بالنسبة للتطعيم يوصى بإعطائه لجميع الأشخاص من 6 شهور وفوق. يعني الطفل. آه من الطفل يعني. من الطفل ويأخذه. وبعدين يعني بنحنا لما نتكلم عن أشخاص اللي عندهم مناعة ضعيفة. اللي هو مثلا إنسان أشخاص اللي عندهم مشاكل في الرئة من حساسية أو تليف، والناس اللي عندهم نقل أعضاء. أيه. ومرضى السرطان الله شافي الجميع ان شاء الله. كلهم الاشخاص هذول المفروض ياخذون تطعيم. اوكي. ولا يوجد موانع اعطاء تطعيم لهم الا يكون السبري نفسه، لان السبري عباره عن فيروس نفسه حي. حي. هو الوحيد اللي يفضل عدم اعطاء للاشخاص. مثلا في شخص مثلا يحتاج زراعه عظام، ممكن اعطاء تطعيم قبلها لأنه راح يعطيه مدة سنة. أيه. وبعدين بعد 6 شهور من عملية الزراعة ممكن يأخذ تطعيم مرة ثانية. فكل المجال موجود يعني. زين. نعم. لكن ما فيها سايد افكت. سايد افكتس اللي ألم حرارة. على المدى البعيد. لا بعيد لا ما في شيء. لأن ونسبة الحساسية. لا 2009 للأسف طلع ظهر في الإعلام شخص يقول إنه والله فيها آثار جانبية.